مغرب للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق العدالة والتنمية. السيد الرئيس، السيد الوزير المحترم، السادة والسيدات النواب والنائبات المحترمين. السيد الوزير، لا يختلف اثنان حول دور القراءة في تنمية المجتمعات، ولقد صدر مؤخرا تقرير يفيد أن المواطن المغربي لا يخصص لوقته من القراءة إلا 6 دقائق في السنة، مقابل المواطن الأجنبي الذي يخصص للقراءة 200 ساعة. ونحن أمام هذه الإحصائيات والتقارير الصادمة، نرجو منكم سيد الوزير أن نعرف ما هي التدابير التي ستتخذونها لتشجيع القراءة في وطننا الحبيب، وشكرا. شكرا لسيد النائب، تفضلوا سيد الوزير. نواب فريق العدالة والتنمية على هذا السؤال، سؤال مهم، لأننا ندرك وإياكم الدور الأساسي للكتاب والقراءة في توطيد مجتمع المعرفة. ولا بد من نقول بأن رغم كل المجهودات التي بذلتها الدولة فيما يخص محاربة الأمية وتوسيع رقعة التدرس، نلاحظ ضعف السياسة العمومية في مجال الكتاب والقراءة. وفي هذا الصدد نشتغل الآن على وضع برنامج وطني لدعم القراءة، وفي المخطط لهذه السنة أدرجنا 5 عمليات. الأولى توسيع شبكة القراءة عبر إحداث 7 خزانات أو نقاط قراءة، ودعم وتقوية 58 أخرى بغلاف مالي يفوق 15 مليون درهم فيما يخص توسيع مجال القراءة، علما أن في المغرب اليوم عندنا 357 خزانة أو نقطة القراءة، وفقط 12000 مقعد في الخزانات العمومية. 15 مليون في هذا لتوسيع هذه شبكة القراءة. ثانيا، لابد من نستفدوا من واحد التجربة أساسية ديال المكتبة الوطنية للمملكة المغربية كمؤسسة مرجعية، اللي هي اللي تتأطر هذه الخزانات المحلية وتتكون المديرين والقيمين على الخزانات المحلية. ثالثا، العمل مع وزارة التربية الوطنية على تفعيل وتنشيط الخزانات المدرسية، لأن جل المدارس والإعداديات والثانويات عندهم خزانات مدرسية، إلا أن هذه الخزانات المدرسية ما مدمجاش في الحياة المدرسية. واليوم مع قطاع التربية الوطنية نشتغل لجعل لإرجاع حيوية لهذه المؤسسات الخزانات المدرسية. ثم تكثيف نشاط قوافل القراءة في القرى النائية. اليوم عندنا 15 ديال القوافل اللي تدور في بعض المناطق النائية، غادي نشريو 5 ديال القوافل الأخرى باش في هذه السنة يكونوا عندنا 10 ديال القوافل اللي تدوروا في العالم القروي. أنا تنعترف بأن هذا الشيء ماشي كافي، ولكن كمرحلة أولى. في مجال الكتاب تندعموا الإنتاج الوطني للكتاب، دعم الإصدارات، دعم الناشرين، دعم المجالات الثقافية. الكتاب الأول المبلغ تلخصه 4 مليون درهم لدعم الكتاب والناشرين. تتعرفوا بأن في المغرب تنشروا فقط 2000 كتاب جديد سنويا، بالمقارنة مع فرنسا اللي تنشروا 67 ألف كتاب سنويا. تتشوفوا المسافة اللي خصنا نوصلوا لها. في مجال معارض الكتاب تلخصوا ميزانية ديال 10 مليون درهم سنويا لتنظيم معارض الكتاب في كل جهات المملكة لاجتذاب شرائح جديدة على اقتناء الكتب وقراءتها. وسنسعى مع كل الشركاء، لأن هذه عملية ما تتهمش فقط قطاع الثقافة، تتهم كذلك الجامعات المحلية وقطاعات حكومية أخرى وقطاع خصوصي. غادي تنشتغلوا الآن على واحد الإطار ديال الشراكة اللي يجعل كل هذه الطاقات تشتغل من أجل دعم القراءة في بلادنا. شكرا لكم. شكرا للسيد الوزير. التعقيب سيد النائب. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيد الرئيس، سيد الوزير، السادة والسيدات النواب والنائبات المحترمات. سيد الوزير، الأرقام اللي جات 6 دقائق مقابل 200 ساعة، يعني 12000 دقيقة عند المواطن المغربي، والمناسبة 6 دقائق عند المواطن العربي ككل ماشي المواطن المغربي فقط. هذه فجوة ثقافية، هذه فجوة حضارية بيننا وبين الغرب. هذه معناه أن أمة اقرأ لأول كلمة في الكتاب الله عز وجل اللي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هي اقرأ. أمة اقرأ لا تقرأ.